ووهان الكابوس المخيف منشأ فيروس كورونا، المدينة التي تسببت بوفاة الملايين من حول العالم بسبب الجائحة، تعود مجدداً لإثارة الجدل واستفزاز مشاعر الدول وسكانها. فماذا هناك؟ ماذا يجري؟ وما القصة هذه المرة؟ إذ أظهرت لقطات مصورة من مدينة ووهان لحفل تخرج شارك فيه أكثر من 11 ألف طالب صيني يرتدون العباءات والتوك المربع في حفل تخرج اعتبر الأضخم في المدينة. الغريب في هذه اللقطات التي انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا وتناقلتها الوكالات العالمية والعربية أن الحفل كان يخلو من إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي متجاهلين فيروس كورونا، الفيروس الذي كانوا هم السبب بانتشاره حول العالم كما يقول معظم سكان الكوكب. طبعا هذا المقطع استفز المغردين في منصات السوشيال ميديا. لماذا؟ لا سيما أن هناك دولا لا تزال تفرض قيودا مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا وفيروسات أخرى أيضا، قيود صارمة تشمل حظر التجوال وإلزام المواطنين على ارتداء الكمامات وأيضا عدم الاختلاط ومنع إقامة الحفلات والمناسبات لتجنب الاختلاط، في حين أن ووهان والتي هي اعتبرت بؤرة الفيروس رفعت قيودها منذ أكثر من عام وبدأت الحياة تعود لطبيعتها وكأن شيئاً لم يكن. بالتأكيد هناك ردود أفعال كثيرة حول ما حصل حول هذا الحفل تحديداً، الحفل الأضخم في ووهان، اخترنا لكم جانباً منها. هناك تعليق من رجا، تقول رجا: احتفال الصينيين أكبر دليل على أن كورونا كوباء كذبة من اختراعهم، والعالم كان جاهل وقليل الذكاء وصدقها. حفل تخرج والطلاب جلسوا بدون تباعد ولا كمامات ولا خوف ولا كأنما في شيء اسمه كورونا. هناك تعليق آخر من وليد، يقول وليد: طلعت خربوها وقعدوا على تلتها. بس يا جماعة شو خص الطلاب؟ خلوهم يفرحوا، وأنتم أيضا من تروحون لحفلاتكم ما تلبسون كمامات، فأمر طبيعي، وين المشكلة؟ تعليق أخير من حسين علي النعماني، يقول: حسين، كورونا هذا خير دليل على أنها حرب بيولوجية ومعدة مسبقا، مثل اللي يسوي الحرب ويبيع سلاح لكل الأطراف.